قناة احنا مع المرحبا بكم وبكل من قاعد يتابع فينا من داخل تونس وخارجها. تحياتنا لمشاهدينا من خارج أرض الوطن. هذه متابعة خاصة من استوديوهات قناة احنا مع تونس. اليوم تنتخب تونس، تختار رئيسها، شباب كبار، نساء، رجال، أطفال شفناهم في مراكز الاقتراع. تونس اليوم متجندة بشعبها باش تختار رئيسها. مازال معكم في مواكبة خاصة على قناة حنا بال، مواكبة متواصلة من توا حتى النصف الليل. نعود نرحب بك سونيا زكراوي المحلة والناشطة بالمجتمع المدني، مرحبا مرة أخرى. يعيشك سامر. نرحب برشا بعتاب العكيشي رئيس جمعية مبادرة شباب تونس. عتاب مرحبا. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك عتاب، كنت معنا في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، كنا وقتها نحكي على إقبال محتشم للشباب في الساعات الأولى متاع صباح يوم الاقتراع. اليوم يظل فما إقبال أكبر من الشباب، يقول القائل شنو تبدل، شنو صار؟ بدلت برشا حاجات، لأنه في الانتخابات في الدور الليلي الانتخابات الرئاسية صندوق أفرز زوز مترشحين ما عندهمش تجربة سياسية قديمة، زوز مترشحين ما مارسوش الحكم في 8 سنوات هذية، ذاك علاش أنا قلت من بعد صارت ثورة أخرى اللي هي ثورة الصندوق، ثورة الديمقراطية. اليوم رجع نفصل للشباب، حسوا روحهم عملوا حاجة، ذاك علاش وقلتها وقتها باش الإقبال باش يكون أكثر في الدورة الثانية من الرئاسية، خاطر عندهم زوز مترشحين كل واحد يشوف في المترشح نتاعو هو قادر انه يغير، حتى الزوز ما يمارسوش الحكم اكثر. باهي، اليوم الشباب، وقت اللي نحكيو على الشباب وكنت سالت وانا السؤال هذايا في الدور الاول، شنو تطلعات الشباب اليوم؟ هل الاهم بالنسبه لي هو من سيحكم، والا المهم اللي قاعد يصير بانه الشباب كان دافع للحكم وكان دافع لهالعرس الديمقراطي وللتجربه الديمقراطيه هذه؟ أكيد الديمقراطية هي مش كلام، هي مش شعار، هي لازم تكون بالممارسة. اليوم الشباب لازم يمشي ويمارس حقه ويختار شكون يمثله وشكون رئيسه، على خاطر في دول أخرى عربية وإفريقية يحلموا بأنهم يكونوا كيف الشعب التونسي وأنهم يمشيوا ينتخبوا ويعرفوا أنه صوتهم هو اللي باش يحسم، صوتهم صوت مسؤول، خاطر الصوت ماهوش باش يمشي هكاكا، لأنهم في انتخابات ديمقراطية صوتك باش يمشي ديريكت. هذاك علاش هي فرصة وهي نعمة كبيرة يتمتعوا بها الشعب التونسي الكل، لازمنا نحافظوا عليها وما نجموش ما تنجمش تكون ناجحه بنسبه اقبال ضعيف. هذاك علاش لازم الشباب الكل يمشي ويصوت باش الديمقراطيه هذه تكون بالحق، يعني تكون بالممارسه. انتم انت رئيس جمعيه مبادره شباب تونس، الشباب هذايا اليوم باش يتحدث من بعد على مبادرات تشريعيه، باش يحب يكون موجود كذلك كفاعل بطريقه او باخرى، واحنا عندنا 8 سنين نعيشوا مع شباب يشكي انه ماهوش فاعل لا في سلطه القرار ولا حتى في الناس اللي دايره بسلطه القرار هذايا. انتم كجمعيه الشباب اليوم واعي اللي فما من بعد مبادرات تشريعيه، فما من بعد ممكن تحركات مجتمعيه ومواطنية ينجم يكون زاد فاعل فيها بنفس الطريقة اللي يعيش بها اليوم العرس الديمقراطي؟ صحيح، في 8 سنوات اللي فاتت كان الشباب مغيب في صنع القرار، مغيب تماما، الشباب ما يتفكروه، كان في الانتخابات، كان في تفريق الفلاير، كان في مش يستغلون في ابراز برامجهم في الشارع التونسي، ولكن ان شاء الله بالانتخابات هذه ان شاء الله الشباب يكونوا بالحق موجود في صنع القرار، يشاركوا المجتمع المدني في المبادرات التشريعية، وإن شاء الله مهمة الرئيس الجديد هو اللي يقوم بالمبادرات التشريعية وأنه يحافظ على الدستور ويحترم القانون. سونيا الزكراوي، أنا مش نسألك سؤال آخر بعيد على الشباب. وقت اللي نحكيو على رئيس جمهورية في تونس وراه والبرة من تونس، لكن خلينا لهنا في تونس اليوم نحكيو على السيدة الأولى، وشفنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كيما كانوا فما حملات وكانوا فما تصاور وكانوا فما ديزانيكدوت وإلا حتى صور كاريكاتورية للزوز مترشحين، شفنا التساؤلات من ستكون سيدة تونس الأولى، وعندنا زادة أكل الفوبي نتاع سيدة تونس الأولى اللي كانت بطريقة أو بأخرى حاضرة في الكواليس لكنها فاعلة في صنع القرار في بلادنا. اليوم شو نستناو من السيده الاولى لتونس قبل ما سمعك الشارع التونسي شنو جاوب؟ تري بون كيستيون، اكسلون. سمعني قبل؟ لا، نحب رايك انت قبل، هذه باش نقلبوا.
احنا عندنا تجارب مريره مع السيده تونس اولى، دونك مش تحكي مع ناس تروماتيزي ديجا، معناتها لازم تحضير بسيكولوجي للحكايه دي. سيده تونس الاولى من ليست الرئيسه، معناتها اليوم الناس اللي معناتها تحب الامبليك السيدة تونس الأولى من قبل ما تطلع في قرارات رجالها راهو سي تخي دونجرو. السيدة تونس الأولى عندها الدور تقوم به كما تقوم به السيدة تونس الأولى في العالم الكل، مش كان في تونس. ماهيش هي مش تعمل معناتها المبادرات التشريعيه، مش هي اللي با بروبوزي دي معناتها حلول لمشاكلنا، لكن سيدة تونس الأولى لازم تكون في مستوى طموحات المرأة التونسية وتمثلها. مش هكا تقول سونيا الزكراوي. باش نخلي لك الجزء الثاني نتاع حديثك، وكيف كيف نفس السؤال باش نوجهه العتاب العكيشي. احنا سؤال سهير العبيدي المرة هذه كان سؤال إنكاري، شنو صلاحية سيدة تونس الأولى؟ خرجنا للشارع التونسي وهذه كانت الإجابة. برشا يحكيو على صلاحية الرئيس، حسب رأيك أنت شنو صلاحية زوجة الرئيس السيدة الأولى؟ هي الكل في الكل، زوجة الرئيس. بالنسبة لزوجة الرئيس، هي زوجة الرئيس وكفاء، ما عندها حتى صلاحيات. اسمع، ما يدخلش العائلة، فدينا منها احنا، هذه الحكاية، فدينا منها، ما يدخلش العائلة، العائلة خليها بعيدة. فوالا، ما دخلش العائلة، ما عندها ما مدخلها ديجا العائلة. تشد دارها وتريد وتركها. ولا تشد دارها وتريد. نورمالمون. كمرة تونسية نورمالمون واجبها في الدار شنو، وتعاون تحاول حتى توعي رجلها باش يمشي بحقيقة، معناها مش معناها باش تستغل موقف رجلها رئيس دولة باش تمشي تعمل معناها كيما عملت الأنسة القديمة ليلى بن علي، فهمتني؟ تحاول هي توعيه معناها وتنزل باش يعمل يخدم بحقيقة معناها البلاد. يعني أكثر من هي زوجة رئيس الدولة، شنو تنجم تكون؟ سي زمان فات، صحيح ما عادش الزمان هذاك، صحيح. السيدة الأولى إما أنها تعمل في المجال الاجتماعي أو أنها ما تتدخلش في شؤون الوطن الخير. باش نرجع من بعد للعمل الاجتماعي، لكن 3 على 4 من الناس قالوا تشد دارها وتريض. طيب سيدة تونس الأولى سونيا زكراوي، لا ما في طريقة القول مش حلوة، ما في بالهمش اللي أنت معنا في البلاتو. يمكن يمكن عيب معناتها أنك تقول سيدة تونس الأولى تشد دارها وتقعد. معناتها أول حاجة نتمناو أن سيدة تونس الأولى تعي بمسؤوليتها كامرأة باش تمثل المرأة التونسية في محافل دولية، باش تكون لا كومباني ان شاء الله الرئيس المنتخب مهما يكون شكون. معناتها غير ما عنديش اشكالية في شكون يكون الرئيس المنتخب، باش تمثلنا لبرا. احنا سيد تونس الاولى هي سي ليماج دو لا فام تونيزيان دان الموند، سي ريالمون ليماج كي تخرج في لبستها، اي سي تري امبورطون في طريقة كلامها انها تكون مثلا عندها تتكلم برشا لغات، ولكنها تتشرف وتفرح باش انها تتكلم اللغه العربيه على خاطر لغتنا، انها تكون هي اللي اون فيت تحاول باش تمرر المشكلات المراه التونسيه وقت اللي تمشي في بعض كومون دير معناتها دي انستيتيوسيون اللي هما هي سيغتانمون باش تحضر فيهم، باش نستدعاوها، باش نستدعاوها السفارات، باش نستدعاوها دي انستيتيوسيون انترناسيونال. لازمها تكون هي اللي حامله معاها هم هموم المراه التونسيه كمراه تونسيه، مش كرئيسه كزوجه الرئيس جوديغ. لكن انا اليوم نحب نقول اللي المراه، لكن اللي انت كنت قاعده تتحدث فيه توا يقول لك وكانك دخلت المعترك الحياه السياسيه. لا لا شوف، انا معناتها ان فيت قاعدين نشوفوا دو بلوس ان بلوس زيارات سيدات الاولى في العالم.
كيفاش يمشيو مثلا لديار الايتام، يمشيو للليبريري لي بيبليوتيك سامحني. في الزيارات هذه تنجم انها تعاون مثلا دي ديار الايتام تعمل دي جملاج ما بين دار ايتام في بلاصه وبلاصه، دي لي بيبليوتيك تجيب لنا دي مويان. مي مش قلت لك كتمثيليه اكثرها اون فيت سي اون سبيس دامباسادريس. هذاك علاش انا كنت باش نزيد نقول لك لازم تكون عندها ستاتيو. اون فيت زوجة رئيس الدوله ما عندهاش ستاتيو في تونس. بعد شفنا احنا عشنا في وقتين انه المرحومه وسيله بورقيبه كانت تدخل في الشان السياسي وهذا شيء مرفوض. شفنا جينا بعد لقينا ليلى بن علي كانت هي الفاعله في المجال السياسي وهذا شيء مرفوض زاده. هي زوجة رئيس الدولة في تونس باش تكون ممثلة الدولة كزوجة رئيس الدولة، لكنها مستحيل انه التونسي العاقل معناها عندها ان ستاتيو كونستيتيوسيونيل معناها معناتها انسان عاقل ما يشحر ما يشح معناتها ما يحشرهاش في متاهات السياسة و لانه هكا مسقط الاسم مسقط. هي سيدة أولى لكن ما نعرفوش وين تبدا الحريات نتاعها وين توفى. السيدة الأولى اللي تكون عندها راهو اون كارييغ تنجم تكون كارييغ قوية برشا تتخلى عليها بمجرد أنه زوجها يولي رئيس الجمهورية، تكتفي بأنها تكون سيدة أولى كما قلت أنت من غير ما تكون فاهمة هي شنية المجالات اللي تنجم تتدخل فيهم، شنية المجالات اللي تنجم تكون فاعلة فيهم، وشنية جوستومون المجالات اللي ما عندهاش الحق لأنها تتدخل فيهم. لكن هل أنه مجبرة أنها مثلا لو فرضنا الحالات السابقة هكا ما شفناش سيدة أولى في تونس عندها كارير تخدم على روحها، وشفنا في بلدان أخرى فما طبيبات راهو يبيش طبيبة محامية مهندسة أستاذة. سميح ما ناخذوش العكس، راجل ميركر اللي هو أستاذ جامعي قاعد يخدم صحيح. شنو الاشكاليه معناتها اليوم زوجته؟ انا قلت لك وقت يمشي هو في باش يمثل تونس يهز زوجته معاه كامراه ممثله تونس المراه التونسيه الحداثيه الحداثيه معناتها متقدمه اللي طالبه عامله ان بروسي ديموكراتيك ومشاركه في الانتخابات بنسب وناويه تبدل البلاد، لكنها علاش ما تشتغلش؟ لو كان شغلها يكون عنده معناتها لي كونسيكون مش انها تكون خدمه معناتها خدمه كونسيكونت وتنجم تتزاول الشغل نتاعها معناتها بوكوا با انا نتصور روحي كان جيت في مكان مترشحين اليوم الزوز زوجات عندهم اون كارير انا دو توت لي فاسون ا مون افي انا جو لاشري جامي ما كارير على خاطر زوجي ولا رئيس جمهوري. معناتها غدوه هو يستقيل ولا شنو معناتها انا كيفاش نعمل؟ نكمل نورمالمون لو معناتها نوصلوا غيالمون لهالوعي الكبير هو ان زوجة رئيس الجمهوريه تكون زوجة رئيس الجمهوريه وهي في مجال رئيس الجمهوريه وترجع تخدم ك اي معناتها مواطنة تونسية في شغلها وتكون حاجة خارقة العادة. واضح ما تشدش دارها دون طول. لا 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 احنا ما عندناش نساء يشدوا دار، عندنا نساء يلزمنا نخرجوا ويلزمنا وما عادش حتى حد بلي هذه جفولي لدي ما عادش حتى حد يقول اخرجوا باش يا حراير تونس باش توقفوا الظالمين. احنا عارفين واجبنا وعارفين حدود امكانياتنا وعارفين حدودها اللي هي ما عندناش حدود. معناتها المراه التونسيه اليوم تخرج ضد الفقر وتخرج ضد التهميش وباش نخرجوا ضد اي عبد يستعملنا على خاطر وقت الحملات الانتخابيه يبداو الصيحات الفزاع اخرج باش ضد الظلاميين وبعد وقت التمثيليه في 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 الحكومات والا في القوائم الانتخابيه نلقاو 20% و 30% معناتها غيالمون يبعدونا من الحكايه هذه يكونوا لاس بروفيتي من دورنا كسيتويان نحن نساء مواطنات ومتحملين مسؤوليتنا كامله مع عائلاتنا مسؤوليتنا السياسيه ويزيو من هالحكايه هذوما نتاع نخرجوكم باش تحميونا ضد الظلاميه حميوا رواحكم بربي بشغلكم وانكم وقت اللي تعملوا وعود للشباب وتقولوا لهم شاركوا معنا يكونوا ممثلين في حكوماتكم وانكم كيف تخرجوا نساء باش تنتخب لكم انتوما تكون ممثله في حكوماتكم. معناتها يزيو من بيع الوهم وبيع الكلام على خاطر اشك فوا يخرجوا المراه ومن بعد ولا عمرك تلقى المراه ممثله بالطريقه اللي المراه سونجاج فيها في لي بروسيسوس معناتها بوليتيك اللي قاعدين نعملوا فيهم. واضح عيتي بلاكيش الشباب اللي شفناهم في الميكرو تروتوار كلهم مفجوعين يقولوا العائله لا الزنا من العائله راهو عندنا مشكله كبيره مع تدخل العائله ككل في سلطه القرار وفي كارتاج.
نعرفوا بطبيعة مشكلة المشكلة ما قبل الثورة تدخل العائلة اللي كان في السلطة اللي هو ممكن أدى إلى الثورة أساسا، وشفنا كيف تدخل العائلة في بعد الثورة في مراحل صغيرة كيف ممكن نتفهمهم، على خاطر قبل الثورة ما كنا حد التوانسة كل ما كانوش يفهموا برشا في السياسة، ما عندهمش حق يفهموا في السياسة، ذلك علاش ما يعرفوش صلاحيات السيدة الأولى، وحتى بعد الثورة ما ريناش سيدات أولى لرؤساء اللي شدوا بعد الثورة، ما ريناش سيدات أولى فاعلين، ما ريناش في قبل الثورة زادة. حتى حكيت على ليلى بن علي، ليلى بن علي زادة أبار سلبيتها، ولكن مثلت المرأة التونسية في أحسن تمثيل في العالم وفي الدول العربية وسامت برشا، هذه من الايجابيات اللي هذا ما نهوش بعد الثوره في السيدات الاولى في تونس، ما ريت حتى عمل حتى لا عمل اجتماعي لا عمل تمثيلي لسيدات تونس الاولى. السيده الاولى كانت تمثل مصالح ضيقه لعائله، وكانت اصل خذات من صلاحيات زوجها كصوره مثلا، كانت موجوده كصورة. حتى كصوره ما شفناش صور لسيدات سيدات وصلت نتفكر زوجة السيد مصطفى مرزوقي هي اصلا اجنبيه، ما كانتش كانش كان يحب يحشرها في العمل السياسي، وكانت بورتون هي امراه رائعه معناتها شيف دو سيرفيس دو كارسينولوجي في سبيطار، معناتها دكتوره وعظيمه. زوجة السيد البيجي قاد سبسي هي معناتها المرحومه الله يرحمها وفات، كانت كبيره في العمر وما كانتش حتى ما نعرفش المستوى الثقافي، لكن ما كانش البيجي قاد سبسي حريص على انه يخرجها في السياسه. وهذا اللي قالوا عتاب، يقول لك احنا ما شفناش تمثيليه لسيدة تونس الاولى بطريقه او باخرى، يعني ما شفناهمش متواجدين ممكن في محافل دوليه كبيره كما اللي كنت انت حكيت عليه، او في مبادرات اجتماعيه مهمه ممكن بطريقه او باخرى حتى لتصوير تونس. سامح شوف احنا اليوم كانت تشوف تدخل تحط ميركل انجيلا ميركل غاغي وتلقى تصوير راجلها معناتها، يمكن هي الطريقه مثلى باش انك الناس ما تقعدش معناتها الفوزاتاك باغ لا فامي، معناتها المراه لكن المراه على خاطر تشوف مثلا ايمانويل ماكرون تشوف مرته موجوده كيف اوباما احسن مثال اوباما كانت مرته موجوده. ايمانويل ماكرون اوباما النساء نتاعهم كانوا هما اللي وصلوهم في 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 الكارير نتاعهم، سيتي لو كوتي فور دو لا بيرسوناليتي. اذا كان مرأة تكون فعله بطريقه انها توصل لراجلها باش يولي يحكم في بلاد كيما مرت ايمانويل ماكرون ولا مرت اوباما، انا نتصور اللي باش تكون فعله حتى معناتها في حوارات وفي تكون زوجة دونالد ترامب ما كانتش ما وصلتوش لكن موجوده، ماهوش نفس البروفيل شفت سيتي مانكا ان فيت مانكا، لكنها تظهر في مناسبات انها تلبس بالكدا ولو كوتي بو كوتي دو لا فام ان فيت سوفيستيكي، لكن نحن شنو نحبوا نختاروا في هذا، نحبوا امراه معناتها معناتها تكون تقترح بعض الاشياء اللي هو رابور بوركوا با، اذا كان تكون جوست كيما احنا كي نحكيو مع رجالنا في بعض المواضيع اللي تهم العائله وتهم البلاد، وعلاش ليه معناتها علاش ليه في المبادره التشريعيه يكون قانون معين للزوجه الاولى السيده الاولى يحدد صلاحياتها وين تتدخل وين ما تتدخلش، وحتى كان عندها بيدجي للاعمال الخيريه وكل حاجه مزيانه برشا ونزيدوا بالحق تدعم الديمقراطيه. مهم برشا به لهنا كيف نقولوا الشباب وتحكي انت تو على المبادرات التشريعيه، صحيح اللي الشباب اليوم قال كلمته، لكن كيفاش تشوف انت عتاب العكيشي مشاركه الشباب في ما بعد الانتخابات؟ طالبوا انكم يكونوا فما شباب في ليزيكيب اللي دايره برئيس الجمهوريه رئيس الحكومه او ممكن من المستشارين عند النواب وغيره، كيفاش تشوف اليوم تصويره الشباب هذايا باش ينجم يكون فاعل كناخب وكذلك كمواطن بعد الانتخاب؟ باش يكون فاعل لازم يكون في انكادرمون معين من خلال المجتمع المدني الجمعيات وممكن حتى في الاحزاب، والاهم انهم هما يسمعوا الشباب، خاطر ديما قبل الانتخابات يقعدوا 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 بعد الانتخابات تلقاهم ما يغزوش اصلا للشباب وما يسمعوهمش، لازم هما تكون عندهم ثقافه انهم يسمعوا الشباب ويتعاملوا معاهم ويشاركوهم في اخذ القرار. كلمه اخيره في دقيقه سونيا زكريا. اول حاجه الانتخابات باش تفرز رئيس دوله، رئيس الدوله ورئيس الجمهوريه نتاعنا احنا راضين به مهما يكون شكون، لانه سي لا فولونتي نتاع الشعب التونسي. من هنا نحب نقول لهم كل واحد اللي يطلع باش يولي رئيس تونس معناتها يحطها في عينيه،
كو راهو غدوه ماهيش حكايه دجيش للشعب التونسي، خاطر غدوه باش نوليو عندنا مواطنين قدامنا باختلافاتهم بكثير من المشاكل الاقتصاديه. نتمنى انهم يسمعوا للشباب، على خاطر الشباب هما اللي ولات معناتها قوه نتاع اقتراح، على خاطر العالم يسادابت بوكو بلوس ليهم هما. يعني كنا ديمقراطيين في الانتخابات، ما نوليوش ديكتاتوريين ما بعد الانتخابات. افكتيفمون، وباش من بعد ما نقولوش علاش الشباب ما عادش ينتخب. واضح، شكرا لك سونيا زكريا. كلمة أخيرة في دقيقة. إن شاء الله رئيس جديد مهما كان، مهما اللي بيشوفوا الصندوق، إن شاء الله يحترم الدستور ويحافظ على احترام القانون. شكرا لك عتاب العكيشي، شكرا سونيا زكراوي. أسماء النحالي تواصل معكم المشوار، ونهارنا متواصل من توا حتى لنصف الليل في قناة حنا بال. سامح مفتاح تقول لكم في الأمان.